طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم بعد انقطاع للبرنامج خلال شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. الدستور بنقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة أساساً، ولدت عرجة بظل نظام احتلال. الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين، خلال فترة شهر رمضان المبارك طبعا شهدت الساحة العراقية أحداث كثيرة، طبعا بدءا بالانتخابات التي سبقت شهر رمضان بأيام، وخلال فترة شهر رمضان منها طبعا موضوع التزوير في الانتخابات وفي نتائج الانتخابات والجدل اللي صار بعد ذلك والاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية، وهناك وجوه سياسية تعود عليها المواطن العراقي منذ الغزو والاحتلال الأمريكي في عام 2003 كانوا متصدرين في المشهد السياسي، خسروا في هذه الانتخابات، وبسبب خسارتهم في الانتخابات قاموا بإجراء جلسات في البرلمان، مع العلم عزيزي المواطن بأن عمر البرلمان بحسب الدستور الحالي ينتهي بعد شهر من إجراء الانتخابات. هناك كان صراع ما بين الكتل الفائزة وما بين الكتل أو الشخصيات الخاسرة حول إعادة العد والفرز اليدوي، كذلك يعني شاهدنا كيف بأن النفوذ الإيراني المستمر على المشهد السياسي من خلال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لإقناع الكتل السياسية الشيعية للتحالف فيما بينها. وأشار تقرير لوكالة رويترز بعد أيام قليلة من الانتخابات بأن زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى العراق جاءت لتشكيل ائتلاف شيعي يمهد لتشكيل الحكومة المقبلة. تقرير وكالة رويترز أضاف بأن شخصين مطلعين على العملية السياسية الجارية في العراق أفادا بأن الجنرال الإيراني قاسم سليماني أجرى محادثات مع السياسيين في العاصمة بغداد لتشجيع تشكيل حكومة جديدة تحصل على موافقة إيران. كذلك من جانب آخر شهدت الساحة العراقية السياسية تحركات للسفير الأمريكي في بغداد وهو دوغلاس سليمان، التي بدأت تلفت الأنظار بقوة لجهة حرصه على لقاء مختلف الأطراف السياسية في العراق وآخرهم هادي العامري زعيم قائمة الفتح المشكلة من فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي وبينها عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، التي أدرجتها واشنطن في الفترة الأخيرة في قائمة المنظمات الإرهابية. بعد اللقاء السفير الأمريكي مع هادي العامري، الناطق الرسمي باسم العصائب والنائب الفائز عنها في الانتخابات الحالية نعيم العبودي، هو قلل من أهمية اللقاء الذي جمع ما بين هادي العامري وما بين السفير الأمريكي. قال بأن اللقاء الذي جرى بين السفير الأمريكي والسيد هادي العامري والذي كان على مائدة إفطار دعا إليها هادي العامري، هادي العامري مسوي عزومة إفطار في رمضان للسفراء ومن ضمنهم السفير الأمريكي، ما أعرف احتمال كان السفير الأمريكي صايم في ذلك الوقت. وقال المتحدث باسم العصاب بأنه دعا عددا من السفراء وليس هو الأول من نوعه، لأن العامري كما يقول بوصفه وزيرا سابقا يلتقي مع الأمريكيين وسواهم، وبالتالي فإننا من جانبنا نتفهم مثل هذه اللقاءات. هذا على لسان المتحدث الرسمي باسم العصاب. هذا اللقاء أثار موجة من الانتقادات من قبل المواطنين العراقيين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل ما نأخذ عينة من
هذه المقاطع التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الزيارة وحول التزوير وحول حرق صناديق الانتخابات في الرصافة، الحريق الكبير الذي شهده قطاع الرصافة من العاصمة بغداد. نريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول رأيكم حول الأوضاع اللي جرت في العراق خلال شهر رمضان المبارك وحاليا التي تجري على قدم وساق لإجراء أو لتشكيل حكومة. معنا اتصال الهيبي من الموصل، تفضل الهيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يومك سعيد، كل عام وانت بخير. وانت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله من العايدين. إن شاء الله قناتكم الراية المجاهدة البطلة. الله يسلمك، الله يبارك فيك. الهيبي إن شاء الله. الله يسلمك. على كل العراق. آمين، آمين يا رب العالمين. الهيبي، شنو رأيك بالوضع اللي صار والأحداث اللي جرت في العراق، انتخابات وتزوير وانتقادات ما بين الكتل السياسية؟ شفنا الوضع نعم. شفنا الوضع والانتخابات وحرق الصناديق والاختراع بغداد، هذه كلها سوتها الميليشيات. نعم. نعم. من عدد التزوير اللي حصل بالموسم. نعم. بالمخيمات وال نعم. شنو؟ أيوه. نعم، شفت أنت بالتزوير والنازحين بالموسم؟ أنا قاعد أشوف نعم. قاعد أشوف اللي صار بغداد واللي صار بالأوضاع بالمحافظة صلاح الدين، محافظة الموصل. نعم. سم من بعض المحافظات يعني. إي. عندنا نائب محافظ يسمونه أبو مازن، محافظ صلاح الدين. بعض الرجال هم حصل أصوات كثيرة بس صارت الشغلة كلها تزوير. نعم. وعندك محافظة سامرة تدخلت فيها قوات سوات وما خلى واحد حاصرته من كل الجهات، ما خلت أحد يطلع على صناديق الاقتراع ينتخبون. فتعرف أنت الوضع السياسي بالعراق يعني من ناحية الانتخابات ما مرتاح. نعم. ايش تتوقع شكل الحكومه القادمه؟ والله احنا ما نتوقع يعني عمل من الحكومه القادمه، على الحكومه القادمه هي كلها نفس الحال. نعم. هم خلوا ينطونا رواتبنا احنا الموظفين المتراك الشرطه يرجعونه، اللي تقاعد عنده ينطونه، هذا كله احنا ما متأملين من الحكومه. نعم. فاحنا نتامل ان شاء الله خير يعني من الحكومه هذه، بس انت تعرف الميزانيه ما ذيك السنه اللي راحت. السده الجديده على اساس اطلقوها والعباد يجنبها على مود الانتخابات يعني تماثل بيتفشوا. نعم. بس نتامل ان شاء الله خير منهم بك. نعم. سووا لنا حلول، سووا لنا شيء، رجعونا لبيوتنا، ينطونا التعويض اللي بيوتنا راحت. نعم. مو هسه على ملتهين هم جاد يبوقون ويقتلون بالناس ويصير اختلافات بيناتهم. طيب. نعم. الهابي من الموصل. انا اكمل منهم يعني ليش هذا؟ نعم الهابي. الهابي من الموصل كان النازح يعني. شكرا لك. ما عنده. شكرا لك الهابي من الموصل. خلونا ناخذ مقطع فيديو يتحدث فيه مواطن عراقي عن اللقاء اللي صار ما بين هادي العامري وما بين السفير الامريكي. شعب قضية بلد، ما جاينا نداري عواطف العشيرة الفلانية والآباء الفلانيون والصديق الفلاني. المحنة اللي احنا بها والضياع اللي قاعد يصير للعراق، العناوين الأخرى اللي ما بها حظ، اللي ما تقدم، ما نجامل أحد بعد. أنا لست ضد لقاء السفير الأمريكي أبدا، لكن مرة أنت تهرج 24 ساعة وقتلت الناس وصفيتها بصفة أن فلان عميل أمريكي، فلان رايح للسفارة، فلان ملتقي ما أدري إيش، وصفت العالم على هالإطار. إيش معنى يعني أنت من بابك حلال ومن باب الآخرين حرام وكفر؟ وشفتوا أنتم الآن
كم كانوا يكتبون للولايات الفقير أنت عميل أمريكي، أنت مدفوع الثمن، أنت أنت إلى آخره. فهذه الازدواجية وهذه يعني النظرة الغير واقعية هي اللي احنا نسجبها. بل ما عندنا اشكال، ودنا انه احنا تكون علاقات عندنا متينة ومتوازنة مع الجميع ضمن مصالح مشتركة بما فيها امريكا. انتم لو مستغلين وجود امريكا بالعراق، ما تجرأت دول الخليج ولا تركيا وغيرها تقطع ماي والسوي والسوي. انتم لا عندكم برنامج، لا عندكم وضوح، لا عندكم مشروع. توديك ايران، تحاصرت ايران، راحت الاتفاقية النووية، تعال امشي روح للامريكان. مو هالشكل، هي مو قضايا، مو لعب، هي مو فوضى. نعم، شفنا هذا المقطع لمواطن عراقي يتحدث فيه عن انه اللقاء اللي تم بين هذا العامل والسفير الامريكي، قال انه علي تحدثون وامريكا والشيطان الاكبر وسوف نقاتل الامريكان والى اخره، وتلتقون وتضحكون معهم. طبعا اليوم بالتحديد صحيفه مونيتور الامريكيه نشرت مقالا قالت فيه بان هناك تقارب محتمل ما بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري والولايات المتحده الامريكيه. تحدثت الصحيفه بانها وذكرت بان نتائج انتخابات البرلمانيه ذكرت بأن هذه النتائج تشير إلى تقارب محتمل ما بين واشنطن وتلك الميليشيات وإن كان غير معلن. أضافت الصحيفة بأن الميليشيات التابعة لإيران في العراق تبدو وكأنها تعمل على إنهاء العداء تجاه واشنطن، وأكدت بأن هناك بعض المؤشرات على ذلك، ومنها خلو الاحتجاجات التي نظمت في يوم القدس العالمي من أي شعارات أو تهديدات ضد الولايات المتحدة. من ضمن الأحداث اللي صارت في شهر رمضان كذلك أعزائي المشاهدين، تحالف ما بين مقتدى الصدر وهذا العامري، مع العلم بأن مقتدى الصدر في وقت سابق انتقد بشدة تحالف قائمة النصر برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي وقائمة الفتح برئاسة هادي العامري. نريد هم ناخذ مقطع آخر يتحدث فيه مواطن عراقي حول الأحداث اللي جرت مؤخرا في العراق. خلونا ناخذ هذا المقطع ونرجع لكم. بعدين احنا مشكلتنا العراقيين يعني حقيقه يعني نصنع من 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 خونه، واني صريح جدا يعني الان هادي العامري بطل في نظر الكثير من العراقيين، بس تاريخه الاسود هذا ما يعني انه تحولونه الى بطل وهو كان احد الاشخاص اللي يعذبون الاسرى العراقيين. يعني من كانوا يروحون للأسرى العراقيين، وهاي شهدوا عليها الكثير من الأسرى أصدقائنا وأبناء وطننا. اللي ما يصير تواب يطلع ينتمي لفيلق بدر يعذب، كان يشرف على التعذيب وعلى يعني كسب اللي صنعتوا منه بطل. مختار العصر هذا اللي ضيع، بالمناسبة أنا دائما ما أذكر ساعة الصفر لدمار مدننا الحبيبة نينوى وهاي الجميلة والأنبار وتكري كل الغربية، كل مناطق الغربية العراقية الأصيلة بدت من فتح السجن عن طريق الإعاز من نوري المالكي، هذا الخائن التافه اللي ما ينتمي للعراق، انتماءه لأسيادة في إيران ولمخطط أمريكي إسرائيلي إيراني. العراق داخل هذا الثالوث، أمريكا إسرائيل إيران، إضافة للدول الجوار. وبالمناسبة أنا ما أعتب على تركيا إذا بنت سدود. في تصريح إلى أردوغان قال إحنا نبهنا العراقيين قبل 12 سنة، ابنوا سدود، ابنوا منظومات ري، سووا أحواض للخزن. يعني بلد ضايع، بلد عبارة عن تحول إلى مافيات. اللي يقودون العراق مافيات، شيء باسم الشيعة وشيء باسم السنة. السنة صاروا فصائل والشيعة أيضا فصائل، وما كنت انتماء، ما عندكم انتماء للعراق، أنتم مجموعة سفلة. العراق بعمره ما مروا عليه هيك خونة، من الخليقة، من رحلة قلقامش، من 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 تاريخ الخليقة، من أول بذرا
نبتت على أرض العراق ما مروا به خونة. طبعا تضيع الموارد وتضيع الثروات والطفولة تضيع والجهل يعني ما معقولة. بعدين أنا أريد أوجه رسالة، أنا ما أنا ما رسالتي هاي للمواطن العراقي، أنت شو وقت الثور يا أخي؟ أنت شو وقت الثور؟ أنا أعتقد أنه إحنا لا نعتمد حتى على القيادات، لأن إحنا ما عندنا معارضة، كارثة العراق ما عندك معارضة. كان أملنا بالحزب الشيوعي العراقي ينزل بقائمة واحدة حتى لو يحصل نص كرسي بعدين يعلن أنه هو معارض في الشارع، لأنه الحالة الإنسانية للتغيير كانت موجودة. راح تحالف مع الأخ مقتدى الصدر، يعني ما بدي أحكي على هاي التفاصيل، كل واحد تاريخه معروف. المهم ضيعتوا هاي الفرصة، أكو بلد ما بيبي معارضة حقيقية؟ يا قيادة الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي العراقي انتهى باستشهاد فهد وسلام عادل. كل قيادات الحزب اللي جت بعد فهد لها مرتبطة بمشاريع خارجية. ما عندكم انتماء للعراق، ولا شهداءكم ولا المعتقليكم ولا المغيبين بالسجون. ضيعتوا فرصة تاريخية. العراق هذا جنوب العراق كان يغلي، الثورة كانت تغلي، حصلتوا لكم على مقعدين. نعم المقطع واضح، تحدث فيه المواطن والناشط على أن يعني الشعب يصنع الطغاة، وبأن أصبح هذا العامري بطل بعد ما كان يعذب الأسرى في إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية. كذلك تحدث عن أن المالكي بأنه خائن وأنه يأتمر بأوامر إيران وأنه السبب في دمار مدن العراق، وصفه بالخائن كما أشرنا. وليقود العراق هم مافيات، وأنت شو وقت الثور يا شعب، وتحدث يعني أشار إلى تحالف مقتدى مع العامري. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. أبو عمر وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام أنت بخير أبو عمر. كل عام أنت بخير من العايدين إن شاء الله. لا راشدين هيئة علماء المسلمين. الله يسلمك الله يخليك. شنو رأيك أبو عمر اللي جرى برمضان؟ يعني تزوير، حرق صناديق، قالوا لك الأجهزة هاي اللي اشتروها 100 مليون طلعت مو دقيقة، نسبة الانتخابات كانت ما تجاوزت 20 في ساعة أو ساعتين صارت 44. شنو رأيك بالنتائج؟ شنو رأيك بالانتخابات؟ شنو رأيك ما صار بعدها من تحالف؟ طلع واحد ذكي عاقل، عفوا طلع واحد بيهم ذكي وعاقل يتهم. قال هاي الصناديق بدائية، يعني بدائية شوفت نبخذ نصفر عمو رابي بمتده هاي الأجنين اللي جابوها. أنا إنتي عارفة هاي طبعا لحشت سنوات وطلعت سنة طلعت هاي السنة. يعني انتوا ليش تروحوا تشترون اجهزه بدائيه؟ ليش ما كلها كذب كذب، هذا كله مخبر. نعم. اقسم بالله تاج الانتخابات من اجل الحمايه حتى مدوره. كنا نعجلها على قناه قبل الانتخابات اشهر. ليش راح تكون تزوير؟ طلعت تاج مدوره. لكن نعم. القرار بالنسبه للتحالفات، القرار الاول والاخير اللي يقول لك اني كله راح اقوم في الدنيا، هذا كله كذب بكذب. القرار الاول والاخير يجي من السيد الاجر، من الحجي تراب مثل ما يقول، يجي من الشرطه الامريكيه يختارون افكار شخصيه وكان احزاب يقولوا لهم انتبهوا. طبعا امريكا تقول لهم احنا ما نتدخل وما ادري كذا، هو كله كذب بكذب. امريكا هي اللي جايه. تشارلستون كان عنده اهداف مخططات في زمن اوباما. نعم. هذا المنافقه حلكم الله مع ايران صدق عن السنه. لكن الايه قلبت عليهم. احكي اكون صريح العباره مثل ما يقول، الايه قلبت عليهم وفعلا الذين ظلموا انهم منقلب ينقلبون. هو نفس العجل الله سبحانه وتعالى سلط عليهم. زين هذا الحد اللي كان بالعز صدق عن السنه والجماعه. زين ابو عمر بصراحه رد الاحزاب الشيعيه والجماهير الشيعيه موجوده بهذه الاحزاب المعينه. ابو عمر خلينا نجي نقطه نقطه، مثلا رايك بلقاء هذا العامر الزعيم ميليشيا بدر مع السفير الامريكي دوغلاس سليمان؟ قال لك هذا العامري عازم على فطور، شنو رايك؟ والله استاذ هو مثل ما يقول هذه ادلكم الله، هذا واحد بس قال
هذا يذب الشنارة صعد الصعد ما صعد هذا ويشبع الهزن يقلب هو حالة حالة هم اتجهوا هم قسما بالله العظيم ما بقى ركوشي أما ما يحاول يكوّر للدليل الأمريكي والعزمة وهذا هذا كله ميدي هم راحوا بعد ما بقى ركوشي هاي بدايات نهاياتهم بدايات نهاياتهم قسما بالله العظيم نعم إيه بس الأمريكان أبو عمر الأمريكان والإيرانيين نعم. اللي مسيطرين على المشهد العراقي ولهم النفوذ القوي رايدين هذا الوضع يبقى ويعني يبدو أنه باتفاق كما تشير يعني مصادر أنه التحالف الأخير ما بين مقتدى الصدر وما بين هذا العامري هو باتفاق أمريكي إيراني لتشكيل الحكومة المقبلة يستخدمون إيران كلعبة ليهم ومع أنصارهم بالعراق لكن الآن الآية انقلبت عليهم عندهم أهداف ومخططات مع دول الخليج ينوصلوا للغاية اللي يريدوها مع دول العربية 56 دولة إسلامية بعقد مؤتمر قمة الرياض وصلوا إلى نتائج وهاي النتائج تجيك على شكل خطوات ومراحل ما تجيك رأسها وقعدت تتطور سنة سنتين ثلاثة يعني تطبيع علاقات مع إسرائيل كلها هاي من ضمن البنود نعم. هاي مو عيدة ما أنظم على إيران أنا إيران كنت أستخدمها سبحانه الله أبو خليل كانت كمطية وتبحث نهاياتي نعم. زين أبو عمر نعم شنو رأيك بحرق الصناديق بالرصافة الآن أمريكي سعودي إمارات الآن بيج أمريكي وسعودي والإمارات أما ما اللي يقول لك والله إحنا نتفق مع رئيس القرار كلها كذب الكذب ما عنا كل حق هذا وإيران وين راحت؟ إيران وين راحت؟ إيران راحت روحت ولي خلاص سقطت ورقتها نعم ماشي شنو رأيك بحرق الصناديق أبو عمر؟ تمام شنو رأيك بحرق الصناديق اللي صار قبل كم يوم في الرصافة؟ حريق هائل وكبير هذا هو هي كلها مزورات لكن هذه اللعبة من اللي قام بها؟ عليك أن تعرف واحد قام بها من الأحزاب اللي خسرنا تقبل الفرق فيها الأحزاب الخسرانة أو الفائزة أبو عمر برأيك الأحزاب الخسرانة أو الفائزة قامت بهذا الشيء؟ لا هو الأحزاب الخسرانة قامت بهذا الشيء ليش؟ يعني شلون؟ شلون؟ بالعكس الشخصيات أبو ماشي أبو عمر الكتل الخسرانة يعني استقتلت على موضوع عقد الجلسات الطارئة في البرلمان وعلى إعادة العدل والفرز اليدوي يعني المصادر والتقارير تشير بأنه من فاز بالانتخابات من الكتل ومن السياسيين ما يريدون أنه تعرف النتائج الحقيقية النسبة في الدرجة الأولى نسبة المشاركة والنتائج الحقيقية في الانتخابات من خلال العدل والفرز اليدوي فإذا المصادر هذه اللي في داخل الحكومة اتهمت الكتل الفائزة أستاذ مهمة لو تجي بالصراحة لا هو نوري فائز ولا هادي فائز لا شلون ما فائز حيدة فائز ولا شلون ها يعني احنا بدنا نحكي على النتائج النتائج اللي مزوره اللي قالوا مزوره النتائج اللي طلعت عليها والنسبه هذه مشكوكه بعمرها يعني انا اعطيك مثل اقسم بالله العظيم قسما بالله العظيم ما لك يمين علي انا واحد منا قال موجود اسمي بثلاث مناطق انت جبت الاستاذ هذا سجل الداخلي كله مزور المقصودين من عند الكتابه اللي حكينا اسمائهم موجوده اللي قصروا بالكيش شرطه مثل الشاب بالتفجيرات اللي حكينا اسمائهم موجوده والله العظيم استاذ عمر اسمائهم موجوده بالمدينه الداخلي اللي يقول لك 24 مليون ناخذ هذا اجل خلوه كذاب على ما يعرف الحقائق لا لا الـ 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 يعني بحسب مفوضية الانتخابات 24 مليون يحق لهم في العراق 24 مليون عراقي يحق لهم الاقتراع 11 مليون من 24 راحوا حدثوا بياناتهم وبحسب المرصد البريطاني قال 19% وشوية تقريبا اللي شاركوا في الانتخابات أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونرجع لكم.
مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب والأرقام واضحة أسفل الشاشة. يقول ابن ميسان: كل عام وهيئة علماء المسلمين المجاهدة بألف خير والنصر حليفة إن شاء الله. يقول: لا تستغربوا اللقاءات بين الأمريكان وأتباع إيران، لأنه تحالف استراتيجي أزلي بين إيران وإسرائيل وأمريكا كما يقول، وأتباع إيران ينفذون أجندة إيرانية. ابن ميسان كما قلنا. رسالة أخرى يقول فيها أخ عمر: أي كلام يقال بعد مقطع هذه الأم التي تستجدي في الشارع وتقول أنا خريجة لغات وهكذا أذل أنا وأولادي وزوجي؟ هذا هو دين؟ يتساءل. تجار دين ومعممين يحكمون الأبرياء بالقتل والتهجير والنهب، الله أكبر عليك يا شعب كما يقول. كذلك يقول في رسالة أخرى نفس الشخص، يقول: أكو بلد بالعالم عصابات تحاول تشكيل حكومة وأصوات الناخبين تحت التحقيق؟ أي بلد وأي شعب هذا؟ وأي مهزلة؟ كل الشعوب صوتها أعلى من السلطة، فقط بالعراق مع الأسف يقول شعب يقاد. كذلك أريد نأخذ مقطع فيديو يتحدث به الشخص اللي نفس اللي أخذناه قبل الفاصل، يتحدث عن ما جرى في الآونة الأخيرة من الأحداث العديدة والكثيرة في العراق. خلونا نأخذ هذا المقطع ونرجع لكم أعزائي المشاهدين. احنا واعين للمسألة، يعني هذا المخطط مرسوم للعراق من سنوات، بس اللي فعله بشكل كارثي هم خونة العراق اللي جوي مع المحتل الأمريكي، وما استثني أي واحد، أي حزب من اليمين إلى اليسار، وأنا أعني القيادات مو القواعد، لأن القواعد ما تمتلك القرار، القواعد عبارة عن قطيع من اليسار إلى اليمين، ولا أستثني أحدا منكم. العراقي مأساة الحقيقية أنه ما يمتلك ذاكرة بالوجع، يعني كارثة العراقي، كارثتنا إحنا كعراقيين، إحنا تجي مآسي وتتراكم ونتناسى. لذلك احنا نختلف عن بقية كل الشعوب، يعني حقيقة اكو اشكالية باللي يتحدث عنها الباحث والدكتور الراحل علي الوردي، ازدواجية الشخصية. تلقى استاذ جامعي بس من تصطدم وياه خلاف بالرأي ممكن يفصلك عشائريا، وهذا هو واقع حال، يعني خلينا نعترف. يعني النخب من عزلة عن القواعد، يعني أنا يعني في مظاهرات، من بدأت مظاهرة 25 شباط كنتاج فني وكمشاركة فعلية، أنا ما شفت يعني قلة من الإعلاميين أو الصحفيين أو المثقفين أو الشعراء شاركوا بمظاهرات 25 شباط. نعم، المقطع واضح، يعني تحدث الناشط عن المخطط اللي موجود حتى قبل احتلال، قبل غزو احتلال العراق، وهو من خلال العملاء كما وصفهم الناشط. تحدث عن نقطة مهمة، هذه النقطة بأن ذاكرة المواطن العراقي كما قال بأن يعاني من ازدواجية الشخصية، وأشار إلى العالم الاجتماعي، وتحدث بأن هناك يعني هذه الذاكرة تضعف. مثلا أشار هو قبل ما أخذنا المقطع قبل الفاصل بأنه الشعب يصنع الطغاة، يعني هذا العامري اللي كان يحارب مع إيران أصبح اليوم رمز وأصبح بطل وإلى آخره. فتحدث عن هذه الجزئية، جزئية بأن المواطن العراقي يعاني من فقدان للذاكرة أو ذاكرة ضعيفة كما قال، وهي ازدواجية الشخصية. تحدث بأن هناك مثلا نخب، أستاذ جامعي أو باحث أو طبيب، عندما تصطدم معه بالرأي يذهب إلى العشيرة ولا يحاول حل المشكلة بالود أو يعني من خلال القانون إذا وصلت إلى مرحلة متأخرة. تحدث هذا الناشط. طبعا كما أشرنا بأن هناك يعني خلال الفترة الأخيرة
مئات من مقاطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، كان في فيسبوك ولا تويتر. هذه المقاطع كانت تتحدث عن حرق الصناديق في الرصافة، عن الأحداث اللي صارت بكركوك وكيف التزوير والمظاهرات، وأن هناك مرشحين لم يحصلوا على صوت واحد، مع العلم المرشح طلع قال لك على الأقل صوتي وصوت زوجتي صوت أولادي ما طلعت. مسألة التزوير كانت كبيرة، وباعتراف حتى الحكومة وحتى ائتلاف ذوات القانون، أحد أعضاء ائتلاف ذوات القانون برئاسة نوري المالكي قال لك بأن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 20%. أحداث يعني كثيرة مرت خلال هذا الشهر نتحدث بها طبعا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله يوم غد وبعد غد إن شاء الله. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل. أهلا أبو مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله، وأنت بخير إن شاء الله من العايدين. أسمعك أبو مصطفى. يبارك فيك. الله يسلمك حبيبي. الشعب العراقي الشعب سبق وأن قلنا والله، أما إحنا خلينا نجي أصل بالموضوع. هو العراق محتل، يعني هاي الانتخابات كلها تزوير. إحنا هو حتى بالرشح نفسه هو أصلا من أساسه ما ينفع إنه قود بلد ويتماشى ويا الظرف الحالي. اليوم العراق هو أي دائرة تجيها كلها تزوير، يعني سبحان الله القانون ما له هذول السفن اللي بالمنطقة الخضراء، هذول القانون ما يمشي غير على الفقير اللي قصقصه جناحي على قولة العرب. أخي العزيز ما ممكن ما ممكن يا شعب العراقي أنه نعيدنا وضعنا ونقدر نكون دولة وقانون وحكومة. هذه مو حكومة. إذا ما نطرد كل هذه والأجنبي وخاصة المجوسي اليوم طبعاً إحنا صارين مهزلة. من تجي تنظر هو من المرشح ومن الداعير ما رحنا، والله يقسم لك بالله فناكو 20% راحين دوروا وصلوا إلى 30. ومع هذا على قولتك قبل شوية تذكر أنه هناك حتى لو صلوا زوجته هو كثير أصوات سرقت. اثنين احنا من نجي نريد خلاص من هذه الحكومة. هذه الحكومة من البيئة، الحكومة هذه مو حكومة مجرد لولا لصوص جابوهم الاستعمار. احنا علينا ان نقوم كلنا شعب عراقي بدون تشبيه لا هذا ولا ذاك ولا شيء ولا سنة ولا كردي ولا عرضي ولا اذا ما كلها تقوم قومة واحدة وتكسرح المحتل. لكن بدنا حكومة وطنية شديدة. اما دول مستحيل مستحيل اعتصمك بالله كل من يقول يا راعي مشغول دائرة في العراق هو خائن اليوم. احنا اليوم صار لنا 15 سنة هذه كلها جرت عروسنا ماكو بيهم واحد شريف. حتى لو رشحوا ما نجحوا بمشرفة انا مفكر انت مشرفة يقول لي مع خلنا ضرب ضربتنا. شوف اذا هو ما بال الوطنية ما بال الوطن ما بال البلد. يعني تعال شوف المهزلة صاير. ازيدك علم بين محافظة محافظة عمرك شايف وسامع وين صاير في الدول العالم كلها قمرك بين كل محافظة محافظة اكو فيلم اي بس في العراق تلاقينا علينا احنا نحن الفقراء. لكن الشعب هو نايم على ذلك. الشعب اذا ما يصحي ما ممكن يصير شيعي وسني وكوشي وكردي عود لاقينا علينا. واحنا هل الشيعي ما كان يقول ماكو علي ولي الا علي وريض طايح جعفري تفضل هذا طايح الجعفري بناها ما شاء الله نعبيها وشرمها ودمرها اي جعفري اي سني اي فلان كلهم خونه سنتهم بشيعتهم بكرادهم بعربهم ما شفت كلهم خونه. يا شعب انهض لا تشفت والله ما يجرى لك ولا يشيل لك شيء لا يجيك كهرباء ولا يصير خدمات ولا شيء الا ما تكتسح الاجنبي من ارضك وتعيد نظامك انت بيدك. نعم هذا الواقع. من الله التوفيق ما يجرى اكثر. زين ابو مصطفى انت يعني لاحظت وشفت كما اشرنا بانه زيارة قاسم سليماني الى العراق قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، لقاء هادي العامري مع السفير الامريكي ستيفن دوغلاس في رمضان، يعني احداث كثيره. يعني هذا العامري اللي يحكي الموت لامريكا والى اخره، وايام الحرب مع داعش كان يتحدث الامريكان ما ساهموا ويانا واحنا قاسم سليماني وايران هي اللي طلعت داعش ولازم نبني تمثال قاسم سليماني، وحديث على الامريكان ومن قبل الصائب ومن قبل ميليشيات الحشد الشعبي. اليوم قاعدين ويضحكون ودا يفطرون سويه
ويقول لك المتحدث باسم العصائب يقول هذا اللقاء عادي، وهذا العامري الحاج هذا العامري متعود كل رمضان يعزم السفراء فما بها شيء. شنو رايك انت؟ يعني الظاهر ايران وامريكا متفقين طبعا هم، والظاهر مصممين على تشكيل الحكومه حسب قياساتهم. حتى هذا اللي بعدين امالهم الشعب العراقي اسمه الشعب الوطني مقصد الصدر من راعي السعودية. انا قلت من جرد جاسوس تبحثوا عن ايران على السعودية حتى يجلسون النبضة السعودية والدول العربية شنو رايهم وشنو افكارهم اللي متجهة تجاه ايران وامريكا. صدقني ايران وامريكا متفقين على العراق وعلى غير العراق وعلى العرب والمسلمين كلهم، لكن احنا ما بينا خير. انا اللي جاي اصدق نمشي نركض ولا اوهام ولا صراط. أخي العزيز قاسم سليماني أكبر عدو للعراق. نعم. مقتدى الصدر اللي كان يكتب الأسرى ويعذب، يعني أنت شلون صدق؟ قاتل أبوك وأخوك وعمك وخالك وبلدك من هي يجي يبني لك بلد؟ يعني الدواعش عشان عثروا عليهم على الدواعش، الدواعش منهم؟ الدواعش اللي قسم الشباب اللي راحوا ما عرفوا ولا طريق، عبالهم جهاز صحيح توهموا فانحفظوا، وإلا كلها فبركة والعراقي نايم وينظر إلى يشوف بعينه الجريمة. وما يحرك ساكن. حتى النبل المفيد تطعم الكبرى سال سال عمر تعسي تطعم الكبرى على زيدان عاجل وغلط من غلط احنا الدواعش كان هو ضاغطين علينا وبحجابه وشوف النساء مفضل فضحت النساء النساء بالشارع يشن عرائي هذه يا أخي شلت هذه القرار غلط من غلط من تقول له يقول لك انت داعشي فهذا مو داعش تطلع عليه داعش عليه أخي لا تعجل غلط من غلط احنا مسلمين زي مقتدى الصدر. مقتدى الصدر نعم ابو مصطفى مقتدى الصدر انتقد حيدر العبادي لما نتحالف قبل مده مع قائمه الفتح بزعامه هادي العامري، انتقد وفي بيان يعني كان يعني واضح وصريح. اليوم تحالف مقتدى الصدر مع هادي العامري وكثير من المراقبين والسياسيين والصحفيين والقنوات يعني قالت لك هذا تناقض في المواقف وفي الطرح. اليوم حيدر العبادي يبدو أنه منزعج من هذا التحالف، وتحدث البارحة قال لك بأنه يجب رجع على موضوع حصر السلاح بيد الدولة. يعني إذا أخذنا الكلام بالتحديد هو قال بأن العمل جاري على حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر بأن أي سلاح خارج هذا الإطار يعد سلاح تعدي وفوضى. الظاهر حيدر العبادي زعلوا الميليشيات إن كان من جانب الصدر أو من جانب هذا العامري، واليوم يتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة. برأيك ليش تم عزل حيدر العبادي؟ يعني يبدو أنه حيدر العبادي لغاية الآن ما نعرف طبعا، يعني التقلبات السياسية في العراق ما شاء الله كل ثانية يجري شيء، احتمال بعد شوي يقول لك تحالفوا القوائم العبادي العامري الصدر وغيرهم والمالك وإلى آخره. ليش يتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة؟ غير الموضوع يعني. أصلاً هو حين عباية منه غني على ما صوته وهي قلت العرب. سادي عمر الله عرفه بالعقل ما عرفه بالقوة. نعم. يعني بشر عندنا عقل نفكر به. احنا ماشي ما يريده والقلب نمشي نخلل العقل بدون تحكم بالعقل أو نفكر بشيء حتى أجل علي هو أصلاً حين عبادي منه. هو مو كلهم حزب الدعوة الشيطاني حزب الدعوة النجوسي عبادة النار أصلاً ما ده يجب أن يصلب الموضوع. هم كلهم فبرك يشتحون سرون على شوان يلوذون بالموضوع يعني شكل موضوع شكل وحشي لك بشكل ذالي اللي عنهم على بعض القضايا دي عصير بالعراق. نعم. يعني مقتدى الصدر هو من خد الخضراء العام ليش ما قلب عروسهم زي مو وصفها ميليشيات وقحة؟ يعني في إشارة واضحة إلى العصائب، والعصائب يعني ركن رئيس في قائمة الفتح. نعم 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 زين تعال شوف الميليشيات تحدي أن تقتل فيها وتسلم لحد الآن. طب اليوم العصابات موجودة بالعراق إطار الزنقين. نعم. الغني يدفع دولارات حلوة في سبيل بس يوصل بضاعته يعني تجي على الفقير إذا وقع بيد الميليشيات. في خبر كانت هناك كثير زعمنا ان عندنا نعرفهم واحد اثنين ثلاثة موجودين يذكروهم لكن وينهم لا حس ولا خبر.
يعني انت كوريا انت يعني حكومه على اساس حكومه، يعني وين دورك انت؟ يعني انا ايش كذا اقول لك؟ وداي يصحهم كل حتى القسم كله يقولوا فلان مسجون فلان مسجون، يعني انت وين دور الحكومه؟ نعم هي اشيله تحت، اذا هي حكومه اشيله تحديدا للاشياء. نعم والاشياء يقودونها كل الجايين من عبر ايران. نعم ايران تقود العراق، هي وامريكا. واحنا ما ممكن نصير دولة اذا ما نكتشف المسامر. نعم انا ابو مصطفى. نعم. ابو مصطفى اشكرك. الله المحيط. اشكرك ابو مصطفى من الموصل كان معنا. طبعا قبل التحالف ما بين هاد العامري ومقتدى الصدر، قبلها بايام قليله صار انفجار في مدينه الصدر، مسجب اسلحه في حسينيه وهدم بيوت وقتل ناس، يعني عشرات من القتلى والجرحى. هناك من تحدث بانها هذه مقصوده وهذه رساله الى التيار الصدري بانه يجب ان يتحالف مع الميليشيات لتشكيل الحكومه. هذا يعني من تحدث به، هذا على مسؤوليه من تحدث حول هذا الموضوع. في رساله من ابو ابراهيم من بابل يقول: السلام عليكم اخ عمر، احييك واحيي قناه الرافدين وكل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بخير ابو ابراهيم. بالنسبه للمشهد العراقي يقول: لا يوجد تغيير في العراق طالما ايران مهيمنه على العراق وعلى اسيادها العملاء. العراق مضى في 15 عاما، ما هو التغيير الذي حصل في العراق يتساءل؟ إلا الدمار والخراب ما بعد العام 2003 وشكرا. اليوم صحيفة العرب الجديد تحدثت بأن قوى سياسية تعمل على مشروع جديد يحاول إنهاء الطعن والتشكيك بنزاهة الانتخابات والتلاعب بنتائجها والتلويح بأن البديل هو الانهيار الأمني في حال تم إلغاء الانتخابات. وطبعا هذا هم يذكرنا أنه قبل الانتخابات بأيام بلقاء مع نور المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون، قال أنه إذا الانتخابات صار بها تزوير كما قال راح تصير حرب أهلية بعد الانتخابات. الله يستر. الصحيفة أكدت بأن كتلا شيعية وكردية رئيسية بدأت العمل على المشروع الجديد بمباركة إيرانية من خلال الضغط على المحكمة الاتحادية لقبول الطعن المقدم لها حول قانون البرلمان الأخير. القاضي بإعادة العدوى الفرز يدويا لكل الأصوات. أشارت الصحيفة إلى أن تلك الأحزاب توافقت فيما بينها على نسبة عدوى فرز معينة من أصوات الناخبين. وهذا العامري لما نتحالف يوم اللي تحالف مع مقتدى الصدر قال نسمح بإعادة أو التحقيق بأصوات الناخبين من 5 إلى 10%. الرجل قالها واضحة، اليوم يبدو أنه هذا الكلام تأكد. مع إلغاء أصوات النازحين، إلغاء أصوات النازحين وإحالة أعضاء مفوضية الانتخابات إلى القضاء بتهمة التلاعب والفساد بصفقة شراء أجهزة العدوى الفرز الإلكتروني. يعني نتائج انتخابات مزورة ماكو مشكلة، نتفق عليها ونشكل حكومة، نحيل مفوضية الانتخابات إلى القضاء لأنهم قاموا بشراء أجهزة عدوى فرز إلكتروني، بس تشكل حكومة على أساس انتخابات مزورة وعلى صناديق محترقة في الرصافة وغير الرصافة، هذا يجوز وحلال. طبعا كذلك اليوم زان سعيد وهو عضو اللجنة القانونية النيابية تحدث بأن اللجنة القضائية المشرفة على مفوضية الانتخابات لم تباشر بإعادة العدوى الفرز رغم وعودها بالمباشرة يوم الأربعاء الماضي. أضاف سعيد بأن إعادة الفرز اليدوي سيكشف عن تزوير هائل في كردستان العراق وبعض المحافظات، ورجح إتمام العملية خلال أسبوع واحد من يوم مباشرة اللجنة المختصة. وأشار إلى إعادة الفرز اليدوي سيكشف بأن إعادة الفرز اليدوي سيكشف عن تزوير هائل في كردستان العراق وبعض المحافظات الأخرى كما قلنا. طبعا اليوم يعني كما أشرنا أنه اليوم الحلقة الأولى بعد انقطاع، لأنه في شهر رمضان المبارك كان لم يبث البرنامج طيلة أيام شهر رمضان المبارك. هذا الموضوع وحده يحتاج يمكن إلى 10 حلقات. اليوم حاولنا نركز على جزئية منه وعلى ردود الأفعال حول ما حدث في الانتخابات وبعد الانتخابات من تزوير وإلى آخره. إن شاء الله يوم غد وفي الحلقات القادمة سوف نخصص
مواضيع محددة حول ما جرى في الآونة الأخيرة في العراق. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم يوم غد إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.